مرحبا استاذ، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. استاذ احنا هلا خلصنا، كان في عنا محاضره توعيه هون مركز اميره بسمه بمعان. حابين نعرف شو استفدتي، شو الاشياء اللي ضفنا لك اياها كمعلومات بعد ما حضرتي هاي الساعه من المحاضره عنا؟ شوفي انا عندي اطفال، يعني انا رضعت رضاعه طبيعيه، بس على اللي اخذته البرنامج اللي اخذته يعني فقهني كثير على انه انا كنت ارد على الطفل 5 دقائق واقعد اروح اشتغل شيء زي هيك، اما هسه بعد ما اخذت البرنامج يعني عرفت اني لازم اخذ الطفل ياخذ حقه بالرضاعه، وصرت انا حتى يعني اهتم بطفلي وبال يعني بتغذيتي العامه، لانه زمان ما كنت اهتم بالتغذيه اول شيء، ولا كنت اهتم بالرضاعه يعني 100% للطفل. اما هسه الحمد لله يعني مع البرنامج يعني فهمت كثير، يعني شغلات كثيره ما كنت يعني بعيد عنها. طب ام سيف، ليه حسيتي انه لازم تهتمي بالرضاعه؟ شو استفدت؟ شو في فوائد حسيتي انه عن جد رح تكون فائده لإلي ولابني اذا استفدت بالرضاعه؟ شوفي انا جربت الرضاعه الطبيعيه، اغلبيه عيالي الحمد لله انه رضعتهم رضاعه طبيعيه، بس انه في بنتين عندي بناتي بيحكوا انه نشف الحليب، بس انه لما فهمت انا بالبرنامج انه نشف الحليب مش انه يعني هذا يعني مقولة خاطئة، ما في شيء اسمه نشف، بس اني انا ما كنتش اهتم بالتغذية عندي، انه نشف الحليب معايا، وعلى اساس هيك رضعت بناتي حليب صناعي، بس اني لما البنات اللي رضعتن حليب صناعي يعني حسيت انه مرضى اكثر، اما الحمد لله اطفالي كلياتهم اللي رضعتهم رضاعة طبيعية والحمد لله في ابعادهم حصرية يعني، بس مش حصرية زي ما فهمت هسا، فهمتي؟ زي ما فهمتوني انا. كنا نعطيهم ياسمين الحليب انه تدخلهم هون. طيب هلا اذا حدا هلا ان شاء الله جبتي حملتي وجبتي هلا بيبي ان شاء الله جديد، ان شاء الله وحكوا لك نشف حليبك واعطي حليب صناعي زي اللي قبل، رح تردي رح تعملي؟ لا طبعا لا، بعد رح تقولي لهم من التغذيه، طبعا التغذيه اني اهتم بالتغذيه، تغذيتي انا وتغذيه الطفل، لانه الي ولاد طفل هذه كويسه. يعني بقدر يرضى منك عادي؟ مش ايش اسمه نشف؟ طبعا الحمد لله هسه يعني عن جد لازم اخذ دكتوره بهالبرنامج هذا، يعني شكرا لك لهي لإلي ولا بناتي ان شاء الله. ان شاء الله. طب شو بتحكي للسيدات اليوم اللي ما قدروا يحضروا معنا؟ هلا لما نطلع من ترجعي على قريتك المعلومات اللي سمعتيها اكيد انت هلا رح تصيري ايش؟ مش رساله لنا، رح تصيري اي حدا بتشوفيه تحكي له عن الرضاعه. يمكن انت تتفاجئي. شو رح تقولي؟ قولي. تفاجئوا مني، انا مره حضرت عندكم وجبتونا اعطيتونا رضاعه افانت. انا كان عندي بحالتنا حوريات ثنتين بدهن يعني خلفن، اجيت عليهم وهم معاهم قلت كل رضاعه وش زي هيك، انصدمت قال بعد ما اخذت البرنامج قلت لا يا اختي تعالي انا جبت لهم والله من ابان قدرت لهم الانيل الكاسه قصدك؟ ايوه الكاسه الابان، قلت لهم اسمع اذا يمكن مش حبات انه يعني تبدا هاي الرضاعه مش كويسه من حليب الام تستك منه وتروح. صح بدلتي الانينه في كاسه ومنها ايش حديها حقها قديش يعني حديها فانه كثير ممتاز. بالعكس ان شاء الله عليك بدلتي الانينه في كاسه كثير ممتاز. طيب رساله اخيره حكينا جمعية إنقاذ الطفل برنامج تغذية الرضاعة. أنا بشكر كثير يعني برنامج جمعية إنقاذ الطفل، لأنه بتعرفي يعني إحنا في شغلات كثيرة إحنا ما كناش عارفينها، يعني خلفية يعني أخذنا معنا أمهات يعني، بس ما كنا نعرف إنه يعني شو الرضاعة الطبيعية، شو فوائدها، شو يعني إلها إيجابيات كثير إلها كلها الطفل يعني. صح. ونشكركم يعني على إنه فهمتينا شغلات. شو رأيك بفكرة الباص المتنقل الكرفان اللي عم بلف على الجمعيات اللي جابنا اليوم لهون وعطانا المحاضرة؟ حاسه فكره حلوه رح يقدر يوصل لمناطق كثير. بالعكس والله صدقيني انا عجبني كثير الحمد لله، لانه في شغلات كثيره احنا يعني اكذب عليكي مش عارفينها، يعني نروح على الدكتور بيحكي لنا مش زي انتم طريقه هلا بنقدر نوصل لكم مكان، وكان معكم بنات يعني اسلوبكم كويس يعني انتم ما شاء الله عليكم. والله شكرا لك، شكرا لك امي عجبكم، شكرا يعطيك الف عافيه.